السلام عليكم، مرحبا بكم في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة هنا بمدينة الدار البيضاء. اليوم معنا الأستاذ نبيل عياشي، أخصائي في التغذية، واليوم غادي نتكلموا على واحد الطبق تيتربى على عرش مائدة الإفطار هنا بالمغرب، غنتكلموا على الحريرة. السلام عليكم سي نبيل عياشي. شكرا لك سميرة، ورمضان مبارك سعيد. علينا وعليك. إذا الحريرة واش هو طبق مباشرة، طبق صحي أو غير صحي؟ طبق صحي 100%، لأن فيه مجموعة ديال المكونات الغذائية اللي تجمع الجسم ديالنا، فيه القطني، فيه الحبوب، فيه الخضر، فيه ماء، وبالتالي فهو تجيبنا واحد المكونات غذائيه اللي هي ضروريه بالنسبه لنا. منطقيا اذا كانت هي طبق كامل ما خصنا نزيدوا معاه حتى شي حاجه. الحاجه اللي ناقصه في الحريره ناقصها واحد شويه ديال السكريات السريعه، وداك الشيء علاش نشوفوا بان المغاربه مثلا طبق ديال الحريره ولا الزلافه ديال الحريره تيتم مصاحبه ديالو بالتمر مثلا ولا الشريحه، وبالتالي فهنا تيكون عندنا دخلنا اي حاجه اللي كنحتاجها الجسم ديالنا. اما باش الاضافات مثلا ديال النشويات اللي كالخبز مثلا او الحرشه او البغرير، فهذا سيزيد الطينه بالله، وبالتالي فغيكون عندي واحد العسر ديال الهضم، واحد الانتفاخ، لان الحريره فيها العدس، فيها الحمص، فيها الشعريه مدوره بالطحين، وغنزيد معاها الخبز، فهذا اكيد غادي يعطي واحد الضرر. على ذكر التدويره، جوستومون التدويره، انت دائما تنصحنا اننا نتفاداو الدقيق الابيض، الوغ كو يعني جل المغاربه تيدوروا الحريره بالدقيق الابيض، فاذا هذا الشيء ايجابي سلبي كيفاش؟ التدوير ديال الحريره بالدقيق الابيض امر اللي هو سيء، لان من الافضل يكون دقيق كامل، ويكون افضل ماشي غير دقيق كامل، يكون دقيق كامل مخمر بالخميره كيف ما تنديروا التخميره البلديه ديالنا، لان من هنا جا المصطلح ديال الحريره الحامضة، هو ان داك الدقيق غنشدوه غنديروه في واحد الطويصه، غنزيدوا عليه شويه الماء، نخليوه يخمر حتى لغد ليه، وغنهزوا النص ديالو هو باش غندوروا الحريره، عاوتاني نشدوا شويه ديال الدقيق نخليوه حتى لغد ليه وهكذا، وبالتالي فهذيك التخميره هي اللي تعطي ديك المذاق الحامض، وهنا تتخليني نستافد من المكونات اللي كاينه في الدقيق الكامل ومن الحريره. سي نبيل عياشي، بزاف الناس تيسبيو في الحريره مشاكل ديال الهضم ديالهم والحرقه، فواش هذا الامر صحيح ولا لا؟ ماشي هي الحريره، هي الطريقه باش دورنا الحريره مثلا بالدقيق الابيض، هذه النقطه الاولى، وشنو غادي نتناولوا مع هذيك الحريره. اما الحريره كمصدر كطبق بالنسبه للاشخاص العاديين فهي طبق رئيسي، طبق مهم، وما فيه حتى شي ضرر. استاذ نبيل عياشي، اخصائي في التغذيه هنا بجامعه محمد السادس لعلوم الصحه بالدار البيضاء، شكرا لك على هذه النصائح، والى الملتقى مشاهدينا.